السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعث الله في العرب نبيا حتى يضعهم على سلم الحضارة الإنسانية، لكننا ابتلينا بأعراب ما زالوا يرجعون إلى تلك الحقبة حتى زمننا هذا. فمحمد عليه الصلاة والسلام عندهم خاتم الرسل وخاتم الوعي الإنساني، فالزمن عندهم خط أفقي وليس تصاعدي، أي أن الزمن قد توقف، فلا يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها. ولذلك تلقفوا ما يسمى بالأحاديث النبوية، مثل تائه في صحراء وجد واحة ماء، ثم عندما لم تكفي الأحاديث جاءهم الشافعي بمنهج القياس، حتى أصبح المسلم لا يخرج من تلك الحقبة تماما حتى لو كان ابن القرن 21. فأي شيء مستجد يحتاج فتوى يرجعونه عن طريق القياس إلى حديث قيل في تلك الحقبة، حتى لو كان هذا الشيء المستجد ذا فائدة. فهم لا يعتمدون على نتائج المختبرات العلمية الحديثة وقراءات علماء الطبيعة الراسخين، فلا عجب حينئذ أن أتباع المذهب الشافعي قد حرموا أشياء مثل الوضوء من صنبور الماء. الحنفية حينما دخلت دولة مصر لأول مرة، فهم ليسوا أبناء زمنهم إنما أبناء الماضي، لذلك العبادة عندهم هي تقليد ما وجدوا عليه آباؤهم تماما، مستعينين بحديث الفطرة وحديث شروط الإسلام وهلم جرة. ونتيجة كل هذا بقاؤنا في ذيل الأمم. إن الحقيقة الكبرى التي غفل عنها فقهاء الإسلام قديما وحديثا هي أن الإسلام قد دشن عصر ما بعد الرسالات، أي عصر صلاحية الإنسانية للتشريع لنفسها، وبغير ذلك فإن البشرية كانت ستبقى دائما بحاجة إلى أنبياء جدد. لقد انعزلت أمة العرب عن بقية أمم الأرض المتحضرة لمئات السنين، وكان من نتائج هذا الانعزال عجزها شبه التام عن إنتاج المعرفة، وكانت الثقافة الدينية الموروثة الخاطئة هي السبب الرئيسي في هذا الانعزال، بسبب التناقضات الكثيرة الموجودة في كتب الموروث الديني مع آيات القرآن الكريم، مما أثر سلبا في تشكل العقل الجمعي العربي. وكان السبب الرئيسي لهذا التناقض هو قيام أئمة المسلمين الأوائل والمعاصرين بنقل اسلوب الحياة الدنيوية للنبي وصحابته على انه جزء من الدين، واعطوا ذلك صفة القداسة والشمولية والعالمية والابدية. فكان من نتيجة ذلك ان اصبحت المحرمات بين ايدينا بالمئات بل بالالاف، بدلا عن اقتصارها على 14 محرما المذكورة في كتاب الله. فقول الله تعالى في الآية الكريمة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، الأنعام 151، يؤكد أن المحرمات محصورة في الآيات المذكورة، وأن الله تعالى هو صاحب الحق الوحيد في التحريم. فكل أوامر النبي عليه الصلاة والسلام ونواهي هي أوامر ونواهي تحمل الصفة المدنية ضمن نطاق حكمه المدني من مقام النبوة، وهدفها تنظيم الحلال فيما يتعلق بمجتمعه المدني ودولته المدنية في زمانه، ولا تحمل صفة الشمولية ولا العالمية ولا الأبدية، باستثناء ما كان منها يتعلق بشعائر الصلاة والزكاة، حيث أمرنا الله تعالى بطاعة الرسول فيهما بشكل منفرد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهل من المقبول بعد ذلك أن يقال أن كل ما قاله واجتهد به العلماء الأوائل والمعاصرون هو من ثوابت الدين؟ وهل كل تفاصيل حياة النبي الدنيوية اليومية واجتهادات من أتى من بعده من الخلفاء والأئمة هي من ثوابت الدين؟ لقد كاد فقهاء الإسلام الأوائل والمعاصرين أن يؤلهوا رسول الله، وكان من نتائج ذلك أن طغت محورية الحديث النبوي المنقول على محورية كلام الله تعالى، وأصبح ينظر لأحاديث النبي وتشريعاته على أنها وحي إنساني موازي للقرآن الكريم ومطابق له في القدسية، وربما أعلى منه في بعض الأحيان. واستندوا في ذلك على تفسيرهم للآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واعتبروا أن تفسيرهم ذلك لهذه الآية هو تفسير نهائي
غير قابل للمراجعة ولا للتصحيح، رغم أن هذا التفسير الآية الكريمة لم يصدر عن النبي، ولم يرد عنه أنه قال أن كل ما يقوله هو وحي من الله. إن معظم كتب الموروث الديني ما هي إلا صناعة إنسانية بحتة، بمعنى أنها لا تعد كونها اجتهادات بشرية في حدود ما سمح به السقف المعرفي في العصور الأولى. أما التشريع النبوي الإنساني الصادر من مقام النبوة فقد كان ينحصر في تقييد المطلق أو إطلاق المقيد ضمن دائرة الحلال الواسعة، فالنبي معصوم من الخطأ من مقام الرسالة فقط وليس من مقام النبوة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولقد أعطى الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وللبشرية من بعده حق الاجتهاد في التشريع الإنساني الدنيوي دون أن يعطي لذلك الاجتهاد صفة القداسة والشمولية والعالمية ولا الأبدية. وكانت تلك هي العلة الكبرى وراء كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، أي لا نبي بعده، وإلا فإن البشرية كانت ستكون دائما بحاجة إلى أنبياء جدد. وبإعطائه سبحانه وتعالى للبشرية ذلك الحق فقد قضى بأن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين. لذلك كله فإن أمة العرب والإسلام في حاجة ماسة اليوم إلى قراءة جديدة للقرآن الكريم، والتي من شأنها إحداث ثورة فكرية دينية شاملة لتصحيح القناعات المجتمعية للعقل العربي. نقول ذلك مع تسليمنا الكامل بأن كل فكر جديد هو خاضع للقبول أو الرفض أو التصحيح أو التخطئة، ولنتذكر دائما بأنه ليس كل رأي أو فكر جديد هو دائما قادم من عدو. وكما قلنا سابقا، هل تتصور أن يرسل إليك ملك أو رئيس دولة رسالة فبدلا من أن تجتهد في فهم هذه الرسالة وتجعلها منهجا لحياتك تجتهد في معرفة أحوال ناقل الرسالة، من هو وما هو نسبه وزوجاته وصفاته وسيرته وأصحابه وأقواله وآل بيته ونسله وأحداث حياته وضحكه وحركاته وسكنه وبكاؤه منذ أن ولد وحتى مات؟ هذا هو ما فعله أئمة المسلمين من القرن الثاني الهجري وحتى الآن. السيرة النبوية، المرويات المنسوبة للنبي، المديح، النسب، الأشراف، حتى السلوك الشخصي وحياته اليومية. وفي مقابل هذا التوسع الشديد والفضفاض في شرح يوميات النبي كال أئمة المسلمين اللكمات للقرآن العظيم، فاتهموه بالنقص والاحتياج للمرويات النبوية تحت زعم أن القرآن محتاج إلى السنة والسنة غير محتاجة إليه، وأن السنة قاضية على القرآن والقرآن لا يقضي عليها، فأعملوا في القرآن المجيد خيالهم المريض تمزيقا تحت دعوى النسخ، وتكبيلا تحت دعوى أسباب النزول، وهجرا تحت دعوى كفاية السنة والشروح. وهم أهل السنة حتى صار كلام الله أهون الناظرين إليهم. فهل هذا يليق في حق الرسالة الخاتمة؟ من أول القرآن دعوة إلى التوحيد وحض على الإخلاص، لكن أئمة المسلمين بدلا من هذا قاموا بمناقضة الهدي القرآني ومحاولة ذبحه ومحاولة ذبح منهجه من الوريد إلى الوريد. رسالة الإسلام واضحة في القرآن المجيد، يكفي 3 صفحات ليشرحها عقل نابه وقلب سليم لتكفي المسلم من مولده حتى وفاته، وتكفي كل حياة غير المسلم. لكن هذا الأمر به عيب واحد، فهو بهذه البساطة لا يترك مكانا للطبقة الدينية. فماذا يفعل جيوش الدعاة وجحافل الوعاظ؟ وكيف يقتاتون ويتزوجون ويسيطرون ويكنزون الأموال؟ وشكراً.